القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. مسيرات حشيدة في المدن والمحافظات السورية تأييدا للإجراءات التي تدعم مسيرة الإصلاح والبناء. السوريون عازمون على تحصين وطنهم ومواجهة حملة التضليل والافتراء الخبيث الذي يستهدف استقرار الوطن. عزمك يا الشعب ترجع لك الجولان، يا شعب الصمود منه قبلة للإيمان. عزمك يا الشعب ترجع لك الجولان، يا شعب الصمود. إذا الجميع عليه أن يعلم أن من يحاول أن يوقف مسيرة الإصلاح، مسيرة التطوير، عليه أن يعلم مهما حاولوا فإن وحدة هذا الشعب، مزيك هذا الشعب بكافة أطيافه، يقف إلى جانب السيد الرئيس بشار الأسد. ايضا عوده مباشره للدكتور صهيب الشامي. مساء الخير سيدي. مساء الخيرات، يا اهلا ومرحبا بك سيدي الكريم. يعني الكلمه لك، لكن اود ان استمع بشكل سريع عما تناقله البعض من
بشكل سريع قبل أن أنتقل إلى الحديث لك، لكن كيف تعبر عما جرى من بعض خطباء الذين ينتمون إلى هؤلاء الذين يحاولون إجهاض المشروع في سوريا؟ يعني أولا يعني أقف يعني أمام هذا الذي يجري موقف المستغرب المستنكر متسائلا من هؤلاء الذين تكلموا. أولا من هؤلاء الخطباء؟ لا أعلم هوية أحد ولا أعلم حديث أحد منهم. نعم. الوطن حاضنة. نعم. والوطن هو للجميع، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نفصل بين أبناء الوطن. كلنا يسعى بكل حب وبكل احترام لأن نستوعب بعضنا البعض، ولأن نتجه نحو أمننا واستقرارنا الذي نعمنا به منذ 30 سنة. فمن يدخل على الخط ليغير قواعد الاستقرار وقواعد الأمن، أريد أن أعرف، يعني أنت تسألني ما قولك بهؤلاء؟ من هؤلاء؟ عرفني بهم. نعم. عرفني ماذا قالوا حتى أبين حقيقتهم وأظهر أبعادهم. أنا لم أسمع ولم أعرف ولم أرى هؤلاء الذين تكلموا. هل بإمكانك أن تعرفني بشيء مما قالوا؟ نحن يا سيدي نقول بالمطلق أن البعض يحاول أن يشوه مسيرة الإصلاح التي بدأت في سوريا، يحاولون أن يثيروا الفتنة الطائفية، يحاولون أن يدعو الجميع إلى الاقتتال. أولا لا أعتقد أن في سوريا، ليس في سوريا يا سيدي، ليس في سوريا، أقول من خارج سوريا. نعم. وأن سوريا على امتداد ساحة الوطن، أنا أرى الآن أمامي على الشاشة صور مؤيدة، أقول بكل مصداقية ليس هؤلاء هم المؤيدون. أعتقد أن حتى أولئك الذين يطالبون بالإصلاحات والذين أخطأوا بأسلوبهم أو بطريقهم هم مؤيدون. فالناس في محل إجماع لسيد الوطن، أخرجوه من دائرة المنازعة، ثم بعد ذلك ابحثوا في أسلوب الإصلاح. لا أحد يختلف على ضرورة الإصلاح، وكلنا وكل مواطن حر شريف يسعد بهذا الذي تم بالأمس من تجاوب، وإن جاء متأخرا بعض الشيء، إنما العبرة بالنتائج. وأدعو الجميع إلى الوعي من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومن أجل الحفاظ على كرامة المواطن. كلنا نسعد ونعلن بكل أريحية أن لا أحد مع العنف، لا أحد مع الفوضى. الساحة المهمة التي لا تبعد أمتارا قليلا، استغرب كيف المحطات التي تنقل التي استغرب كيف لا تنقل هذه الحشود وهذا التجمع الكبير. الآن ساحة الأمويين الآن كما يشاهدها الجميع، ممكن مباشرة تدخل على الهواء. أنا حاولت أن أدخل على الهواء لأفضح هذه القناة، لكن أكيد عرفوني، أنا من الناس الذين يتصلون بالفضائيات كثيرا، أكيد عرفوا صوتي أو عرفوا اسمي، لم يدخلوني ولا ترجيتهم رجع. خفف من الاتصالات أستاذ نبيل. أستاذ إزار، في شغلي أقول أنا ماذا يريدين من سوريا؟ نعم. هل نريد التخلي عن المقاومة الفلسطينية، عن حماس وغير حماس؟ هم يريدون ذلك. هل يريدون التخلي عن المقاومة بلبنان؟ هل يريدون فتح سفارة للكيان الصهيوني في سوريا؟ هل يريدون الانصياع للضغوط الأمريكي؟ هل؟ نعم. ضمن سوريا. نعم. طبعا حما وكل المدن السورية شعب واعي. أكيد. وطبعا هو هذه النداءات أستاذ عمار تأتي عبر الفضائيات. طبعا هذه الفضائيات مغلوطة،
سوريا أبناء شعب واحد ينادي الله، لا ينادي مسلم ولا ينادي مسيحي، نحن ننادي الله وننادي حكومتنا ورئيس دولتنا، وسنقف دائما وأبدا بجانبهم إلى أن يضع لكل حق ذي حقه. طيب إذا سمحت ابقى معي مباشرة الأستاذ نبيل حافظ. سمعت أنهم أبناء الله، نحن في سوريا لا ننادي إلا أن ننادي بالله عز وجل، يعني لسنا ننتمي إلى سين ولا عين، لكن لماذا البعض الآن يحدد هذه الهجمة التي يحاول أن يستنفر الإعلام بأكمله على سوريا؟ أستاذ نزار، أكيد للنيل من صمود سوريا، للنيل من مقاومة سوريا، للنيل من هذا الشعب المتماسك، يعني نحصد على تماسك سوريا، على الوحدة الوطنية في سوريا، يعني جميعا أو أكثرنا لا يعرف ما هي الطائفة في سوريا، لا نعرف فلان من فلان، كلنا سوريون، كلنا أبناء الوطن العربي. أستاذ نزار، حدثت معي شغلة، في أحد الفضائيات يتكلم بعض المعارض أو ما يسمى بشكل سريع أخي نبيل، بشكل سريع بشكل سريع يعني. قال لماذا لا يأتون إلى سوريا؟ سألت أحدهم لماذا لا يأتون إلى سوريا؟ قال نحن علينا حكام ونحن كذا. المذيع اللي كان في القناة أكيد تحالف معهم، فقلت له طيب اسأل لي هؤلاء المعارضون لماذا خرجوا من سوريا؟ لماذا خرجوا؟ أنا قلت له أقول لك لماذا خرجوا؟ هم قتلوا، هم دمروا، هم خربوا، هم فجروا في سوريا في السابق، هل تريد أن ندخلهم للبلد؟ رغم أن السيد الرئيس في أحد المرات عفى وحاول أن يفتح صفحة جديدة معه، لكن لله يدر في خلقه، لم يريدوا ذلك. شكرا شكرا أستاذ نبيل حافظ فرحت من اللاذقية. أعود إليك سيد القس إبراهيم من حلب. Facebook.